انطلقت منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بمباراة واحدة. الفيحاء السابع والبعيد عن الانتصارات آخر سبع جولات استقبل في المجمع الفتح الحادي عشر في مباراة تابعة ربيع أبو شجرة. من أرض المجمع وبالتحديد من مدينة الحضور خجول في المجمع، وكأن الفيحاء سيسير دون اللاعب رقم 12، والمدرب الوطني نايف العنزي يظهر كمدرب للفتح بعد إقالة يانيك فيريرا، والفيحاء يبحث عن انتصار مفقود في ست مباريات متتالية. تقاسم الفريقان السيطرة ونظما الخطوط الخلفية، بينما كانت الحلول الهجومية مفقودة وإن كان الفيحاء الأفضل نسبيا، والشاب مالك عبد المنعم كان مصدر الخطر الوحيد على مرمى الفتح. برافو في أول تصويب وأول تهديد خطير للفيحة في هذه المباراة. وعلى ندرة فرص الفتح يجرب مراد باتنا حظه خلف الخطوط الحصينة للفيحاء. سهلة يا مراد، هذه ما تمر على فلاديمير ستيكوفيتش. لكنه يعاود الكرة بأخرى رائعة، كانت اللقطة الأجمل التي انتهى عليها الشوط الأول بشباك بيضاء. ولد يا مراد، شوف المرور، شوف المرور، مشوار جميل وصعوبة بالغة لأحمد مسعود في هذه المباراة. مراد باتنا على الطاير يصوبها، لكن فالديمير ستيوكوفيتش. هنا الحديث عن حراس المرمى وتألقهم. الشوط الثاني لم يختلف كثيرا، بقيت طرق الفتح مسدودة باتجاه مرمى ستيوكوفيتش، ورأسية الشويش تصيب عارضة الفتح وتخرج دون أن تعلن عن الهدف الأول. عدت الكرة، الزيارة الأولى لم تصل منها لشويش حسين. حلوة. مالك عبد المنعم كاد في ثلاث مناسبات أن يصيب مرمى الضيوف. الحارس مكسيم كوفال يتدخل في الأولى ويثير الجدل، والحكم لا يحتسب الخطأ وينفرد في المحاولة الثانية، وعبد الله اليوسف ينقذ الموقف. انفراد، مالك راح، لكن التغطية حاضرة من عبد الله اليوسف. وفي الثالثة كرة ريكاردو تصل إلى عبد المنعم فتلقى نفس المصير. راح مالك صوبها، لكن قال جامي قاسم. محاولات بقيت كالحبر على الورق حتى نهاية المباراة، ليرتفع رصيد الفيحاء إلى 22 نقطة في المركز السابع، والفتح ب 17 نقطة ليس في مأمن وهو ينتظر المدرب الجديد. ربيع أبو شقرة، صدى الملاعب. لم يكن فيها شيء. أستغل وجود الدكتور جمال، بتذكر بال 85 كان مباراتنا مع العراق على الصعود لكأس العالم. صحيح. وقتها سوريا إجا عليها ألان لوبلا رئيس تحرير الأونز الفرنسية، وكان كتب لأنه انتهت المباراة 0-0، فكتب 0-0 أسوأ نتيجة في عالم كرة القدم. صح؟ صحيح. اليوم شو رأيك بهالنتيجة؟ نفس الحال، لأن الفريقين فقدوا نقطتين. يعني ما قدر لا الفيحاء يروح مركز شوية متقدم، ولا بنفس الوقت الفريق الآخر قدر يروح للفتح. نعم. يروح للمركز المقدم. المباراة كانت حقيقة ما أقدر أقول تحت المتوسط، متوسطة. لأنه كانت هناك هجمات، وكانت تصيب على الهدف، وكان هناك لعب جيد من بعض اللاعبين. لكن على عموم المباراة هي مستوى متوسط، وكأنه تمشي الدوري. لكن الفريقين فقدوا طبعا كل واحد نقطتين، وبالتالي يعني لما تيجي على الفتح مركز 14، يعني الآن لحد الآن أخذ نقطة واحدة، يعني ما راح يسوي له شيء، لأنه المراكز الآن الجوة الثلاث نقاط تفرق. صحيح. يعني صعدك إلى 4-5 مراكز. صحيح.